مطاردون في يوم فرحهم وسعادتهم الفلسطينيون، قدرهم أن يعتدى عليهم وقد انتهوا من أداء عبادة يقتضى بعدها التهنئة والسعادة. تهين أجسادهم المقبلة على الصلاة في أولى القبلتين وقاحة جنود المحتل الإسرائيلي وقد خرجوا لتوهم من الحرم القدسي عبر باب الأصباط. منغصة فرحتهم إن صلوا مذنبين وإن قاوموا مجرمين، فقد هتفوا لفتح أبواب أقصاهم واعترضوا على التضييق ضدهم في البلدة القديمة والحرم القدسي. لم تشفع له شيبته ولا كلمة الحق التي يلفظ بها وهو صاحب الأرض أبا عن جد. سحلوه ليس غريبا على من ذبح أسلافهم آباءه في الحرم الإبراهيمي أن يفعلوا ذلك، فعرقهم دساس للجرم والعدوان. لا ينهزم الفلسطينيون أمام أرضهم وعقيدتهم، مرابطون هاهنا، فقد استمع المصلون لخطبة العيد، ما دخلوا مسجدهم ولا رأوا خطيبهم، اقتصر ذلك على موظفي وحراس المسجد. حزين عيد المقدسيين والفلسطينيين معا حتى قبل الاعتداءات. أرضهم التي يثبتون فوقها مخافة أن تجتث غيلة، موعودة ظلما بأن يكون مزيدا منها تحت سلطة المحتل. تحاول السلطة الدفاع عنها بوقف التنسيق الأمني، لكن المحتل يرمي ربما إلى حرق أوراق السلطة جميعا بافتعال التصعيد لينشر قواه مجددا في كل مناطق الضفة كأن تنسيقا أمنيا لم ينتهي. من غزة حيث الخطاب مع المحتل رصاص نارا وكلاما، يرفع عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية لهجة التحذير. المساس بالمسجد الأقصى والمقدسات والأرض هو إذان بثورة وبركان، لعل كثيرا من حممه أغلتها حد الذوبان أيام قهر طويلة، لابد وإن طال الزمن أن يتنفس الغضب والتغيير من فوهتها.